بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، الفرقة الأولى والثانية بكلية الهندسة، وأبنائي الطلاب الفرقة الأولى كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج، هنكمل مع بعض إن شاء الله مقرر اللوجيك سيركتس، الدوائر المنطقية. كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، ابتدينا في السيكونشنال سيركتس، الدوائر المتتابعة، تكلمنا عن اللاتشز. هنكمل النهاردة إن شاء الله، هنتكلم في موضوع الفليب فلوبس أو القلابات. دي موضوعنا النهاردة في الفليب فلوبس أو القلابات. وزي ما قلنا، الفليب فلوب هو وحدة بناء الذاكرة، وحدة بناء الميموريز. وقلنا القلاب بيقدر يخزن يا اما واحد يا اما زيرو ديجيتال نمبر، وبالتالي ان اي ذاكره قدرتها او الكباستي بتاعتها تعتمد على نمبر اوف فليب فلوبس او عدد الوحدات اللي متكونه منها هذه الذاكره من القلابات. The state of a latch or flip-flop is switched by a change in the control input اللي احنا بنسميه enable. This momentary change is called a trigger, and the transition is causes is the transition it causes is said to trigger the flip-flop. اللي احنا بقدر اغير بيه وضعية مين flip-flop. طيب، the D-latch with pulse in its control input is essentially a flip-flop that is triggered every time the pulse goes to the logic 1. يبقى الخارج بتاع اللاتش or flip-flops ما بيتغيرش إلا إذا عنده وجود نبضة، زي ما هنشوف بعض الفليب-فلوبس بيتغير الخارج عند نبضة زحافة موجبة، وبعضها بيتغير الخارج بتاعه لازم بلزمه نبضة زحافة سالبة. As long as the input pulse remains at logic 1, any change in the input data will change the output and the state of the latch. يبقى شرط تغير قيمة الخارج على القلاب أو على الفليب فلوبس إنه لازم يتغير الدخل، وفي نفس الوقت عند وجود مين؟ نبضة تزامن، لازم يبقى موجود عند نبضة تزامن أو باس أو تجر موجود عندي. أول قلاب اللي هو بنسميه الاس ار فليب فلوب، ده السيمبل بتاعي. يبقى الانبوتس بتاعت الاس والار ست ودي ست، بالاضافه لمين؟ للكلوك اللي هو الباسس انبوت، ده بيشتغل كلوك إذا كان الـ SR ده الشكل بتاعي، إذا كان حافة موجبة أو حافة سالبة يبقى ده الـ S ده الـ R زي ما قلنا، وده المين يا جماعة الـ Input Pulses بتاعتي. شكل الخارج Q مش هيتغير إلا إذا تغير الدفع، وفي نفس الوقت عند وجود نبضة تزامن ذات حافة ذات حافة موجبة بهذا الشكل. لو شفنا التو ستيبل للاس ار فليب فلوبس عند الانبوتس الاس والار وعند الاوتبوت كيو، اول حاجه لازم يكون مش هيحصل تغير الا في وجود نبض التزامن ذات حافه موجبه. لو كان عند الاس بصفر والار بصفر هيكون الخارج لا يتغير، يعني نفس الخارج بتاع مين قبل حدوث نبض التزامن سيظل زي ما هو. لو الاس بزيرو والار بزيرو ده وضع ريست، هيكون الخارج بزيرو في كل الاحوال. اذا كان الاس بواحد والار بصفر ده وضع الست، هيكون الخارج دايما بكام؟ بواحد. طب اللي هو الاس بواحد والار واحد، ده الوضع اللي احنا قلنا عليه undefined، وضع الخطر، وضع غير محدد او غير معرف، وهنشوف ازاي نحل هذه المشكله. طيب لو جاب لي اكزامبل وقال لي استنتج شكل نبضات الخارج
عايز شكل الدياجرام بتاع نبضات الخلق. لما يكون عندي الاس والار مدهاني بهذا الشكل وفي نفس الوقت مديني نبضات ايه التزامن، وليكن عندي 6 نبض 6 نبضه بالنسبه زي ما موجود عندي، وعاوز شكل نبضات الخلق. في البدايه خالص قال لي افترض الانيشال كونديشن بتاعي ان الكيو كام؟ بصفر قبل وجود اول نبضه تزامن اللي هي 1، يبقى الكيو هنا بكام؟ بصفر. طب عندي وجود اول نبضه، اروح اشوف الاس بكام والار بكام؟ الاس بصفر والار بصفر، اروح ارجع للجدول الحقيقي تو ستيبل، عندي الاس بصفر والار بصفر، بيكون الخارج ايه؟ وضع ايه؟ وضع عدم التغيير، هيكون كيو هو نفسه مين؟ كيو نور، يعني الخارج هنا هيكون هو نفسه مين؟ قبل مين؟ قبل النبضه، قبل النبضه بصفر يظل صفر. طب اجي عند النبضه الثانيه اشوف الاس بكام والار بكام؟ الاس بصفر والار بصفر، ده وضع مين؟ وضع ريست، يعني الكيو هيبقى بكام؟ هيبقى بصفر. طيب اجي عند النبضه الثالثه اروح اشوف الاس بكام قبلها مباشره؟ بواحد، والار بكام؟ بصفر، ده وضع الست، هيبقى الخارج بكام؟ بواحد. طيب اجي عند النبضه الرابعه الاس بصفر والار بواحد، وضع دي ست، يبقى الخارج بصفر. اجي عند النبضه الخامسه الاس بواحد والار بصفر، وضع الست. طب اجي عند النبضه السادسه الار بواحد والاس بواحد والار بكام؟ بصفر، يبقى وضع مين؟ وضع الست، سيظل بكام؟ بواحد. اوكي؟ طيب عشان نحل مشكله الاس ار وضع الواحد والواحد، جبنا اول حل جبنا النوع اللي سميناه دي فليب فلوب، عباره عن اس ار بس خليت الاس والار، ان الار هي عباره عن مين؟ اس داش، ها؟ النفي بتاع مين؟ النفي بتاع اس. لو الاس بواحد يبقى الار بصفر، ولو الاس بصفر يبقى الار بكام؟ بواحد. يبقى الحاله عندي واحد وواحد، خلاص مش هتقابلني الحاله الانديفايند الغير معرفه بالنسبه لوضع الخطر، خلاص ما عادتش موجوده في هذه الحاله. طيب هيبقى بالتالي ده 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 رمز الدي فليب فلوبس، هيبقى لي انبوت واحد اللي هو مين؟ اللي هو الدي. وفي الحاله زي ما قلنا الاس والار هيبقى عكس مين؟ عكس بعض، مش كده؟ يبقى ده السيمبل بتاع مين؟ بتاع الدي فليب فلوبس. طب والدائره المنطقيه بتاعته اهي نفس الاس ار، بس ضفت مين؟ بوابه 2 بحيث تضمن ان الار هو مين؟ ها؟ مين يا جماعه؟ العكس، النفي بتاع مين؟ بتاع الاس، مش كده؟ وبالتالي ده التو ستيبل بتاعي اشتغل برضه عند نبض التزامن ذات حافه موجبه بوزيتيف باس، مش كده؟ طيب هيبقى في الحاله دي عند اس عند الدي بصفر هيبقى الخارج بكام؟ هيبقى ريست. عند الدي بواحد هيبقى ايه؟ هيبقى وضع مين؟ وضع الست. يبقى لو جاب لي اكزامبل، جاب لي نبضات تزامن بهذا الشكل، جاب لي شكل النبضات الخارج النبضات داخل لدي بهذا الشكل، وعايز شكل مين؟ عايز تايم دياجرام لمين؟ للاوتبوتس كيو، هذا استنتجها هشوف عند اول نبضه الدي بواحد يبقى وضع مين؟ وضع الست. عند النبضه الثانيه الدي بصفر يبقى وضع ريست. عند النبضه الثالثه الدي بواحد، انا ببص قبلها مباشره الدي بواحد، يبقى اذا على طول هيبقى كام؟ وضع الست يعني بواحد. ابص عند النبضه اللي بعد كده قبلها مباشره الدي بكام؟ بصفر، يبقى وضع مين؟ وضع ريست، هتبقى ايه؟ بصفر. وده استنتج التايم دايجرام بتاع مين؟ الخارج، اذا كان معطى عندي النبضات التزامن ومعطى عندي التايم دايجرام بتاع مين؟ بتاع الانبوت دي. حل لي برضه المشكله عن طريق نوع من القلابات تاني اللي هو سماه مين؟ جي كي فليب فلوبس. ان انا اصلي بهذا الشكل، خدت انبوت من الكيو وخدت انبوت من الكيو داش، وبقى عندي تو انبوتس اللي هم الجي والكي بالاضافه لمين؟ لنبضه التزامن او الانبوتس بتاع مين؟ نبضات التغير في الزمن عندي او البالسز. ده السيمبلز بتاع الجي كي، وتالت تو ستيبل عندي جي بصفر وكي بصفر، بس بيتغير عند حافه مين يا جماعه؟ عند حافه سالبه، لما تتغير نبضه التزامن من هاي ليفل الى لو ليفل. عند 0 0 وضع عدم التغيير، 0 1 وضع الريست، 1 0 وضع الست، 1 1 وضع مين؟ التغيير. يعني اذا كان قبل النبضه
لكيوب واحد هيبقى بعضها بزيرو، واذا كان قبلها بزيرو يبقى بعديها بكام؟ بواحد. وضع الاقلاب او وضع التغيير. طيب لو جاب لي اكزامبل، جاب لي نبضات تزامن خمس نبضات بهذا الشكل، جاب لي جي تايم دايجرام للانبوتس جي، تايم دايجرام للانبوت كي، وحاول يستنتج شكل النبضات، شكل التايم دايجرام بالنسبه لمين؟ بالنسبه للخارج. لو قبل اول نبضه كان مفترض ان هو كيوب صفر، روح اشوف بقى عند اول نبضه بقى قبلها كان بيجيب كام والكي بكام؟ كان يجيب واحد والكي بواحد. طب في الفلو ستيبل عندي تجيب واحد والكي بواحد، الخارج ايه؟ ها؟ وضع التغيير، يعني هيحصل اقلاب لمين؟ للكيوب، كيوب صفر يحصل لها اقلاب تبقى بكام؟ بواحد. هروح اشوف عند النبضه الثانيه، ها؟ الجيب صفر والكي بصفر، اللي هي وضع عدم التغيير، ستظل زي ما هي، قبل النبضه بصفر بواحد يظل واحد. طب عند النبضه الثالثه الجيب صفر والكي بواحد، الجيب صفر والكي بواحد، وضع الريست يحصل تغيير، يحصل ايه يا جماعه؟ ان الخارج يبقى بكام؟ يبقى بصفر في كل الاحوال. طيب عند النبضه الرابعه الجيب واحد والكي بصفر، وضع مين؟ ها؟ وضع الست، يبقى هيبقى بكام؟ بواحد. طيب النبضه الخامسه واحد وكام؟ وصفر، برضه وضع ايه؟ وضع الست هيظل ايه؟ واحد. يبقى قدرت استنتج مين؟ تايم دايجرام لمين؟ للخارج كيو اذا كان معطى، تايم دايجرام للكي والجي ونبضات التزامن. يبقى زي ما قلنا ده الـ بعد كده في نوع تاني اللي هو التي فليب فلوب. تي فليب هو احد حالة او كيس من الجي كي، لما يكون الجي يساوي مين؟ يساوي كي، يعني الجي اما الاثنين هيبقوا بصفر يا اما الاثنين هيبقوا بكام؟ بواحد، يا اما وضع عدم التغيير يا اما وضع التغيير او وضع مين؟ الاقلاب بتاعي اللي هو التوب، مش كده؟ يبقى اذا اعطاني اكزامبل، جاب لي شكل نبضات التزامن، جاب لي التايم دايجرام للانبوت تي، وعايز شكل نبضات مين؟ الخارج، او التايم دايجرام للكيو. لو افترض في البدايه قبل وصول اول نبض التزامن كان الخارج كيو بصفر، هشوف بقى عند اول نبض التزامن قبلها مباشره كان التي بكام؟ صفر. عند الصفر يبقى كيو نول، سيظل ما بعد النبض هو نفسه ما قبل مين؟ ما قبل النبض. عند النبضه الثانيه كان التي بكام؟ بواحد، ده وضع مين؟ وضع الاقلاب، وضع التغيير. ها هيبقى اروح اشوف هنا قبلها كان بصفر يحصل تغيير لكام؟ واحد. هنا بصفر وضع ايه؟ وضع عدم التغيير. هنا بواحد وضع مين؟ وضع التغيير. هنا بواحد وضع مين؟ وضع التغيير. هنا بصفر وضع عدم التغيير. يطلع شكل ايه؟ نبضات التزامن بهذا الشكل للخارج بتاعه. طيب بعد كده عندي ماستر سلاف فليب فلوب. عندي تو فليب فلوب جي كي فليب فلوبس، وصلهم بطريقه واحد ماستر واحد سلاف. خلي بالنا ان نبض التزامن للسلاف ها هي مين؟ المعكوس بتاع مين؟ نبض التزامن لمين؟ للماستر فليب فلوبس. بالتالي تو ستيبل بتاعي بكون محتاج هنا نبضتين تزامن، نبض التزامن ذات حافه موجبه للماستر فليب فلوبس، ونبض التزامن ذات حافه سالبه لمين؟ للسلاف فليب فلوب. عند 0 0 كيو نوب، عند 0 1 0، عند 1 0 1، عند 1 1 اللي هي وضع مين؟ وضع التغيير او كيو نوب داش. ستورج اليمنت فليب فلوبس، لازلنا كونتينيو. constructed using 2D latches. ان انا ممكن باستخدام الدي فليب لاتشز ماستر وسلاف اقدر ايه؟ اقدر ابني دي فليب فلوبس بهذا الشكل اللي احنا ايه؟ اللي احنا شايفينه. بالتالي ده ل ل ل ل ل الكلوك للدي لاتش الاول، وده ايه؟ للدي لاتش مين يا جماعه؟ الثاني، لان ده نفي مين؟ نفي الاول. هنا
هنا الواي بتساوي دي، تمام؟ الواي دونت تشينج، والكيو بتساوي الواي بتساوي مين؟ بتساوي الدي. يبقى هنا الواي بتساوي الدي مش كده؟ والكيو بتساوي الواي بتساوي الدي. طيب لو مديني كاكزامبل، لو مديني هنا الكلوك اللي هو نبضات التزامن، ومديني التايم دايجرام لمين؟ للانبوت دي، وعاوز يستنتج نبضات تزامن للخارج بتاع اللاتش الاول واي، والخارج اللي هو مين؟ اللي هو كيو. فنقدر هنشوف زي ما هنشوف هيطلع الخارج واي. لو انا من الدي عندي هذا استنتج مين؟ استنتج عندي النبضه الاولى، هشوف كان الدي بكام؟ كان الدي بصفر. طيب وهنا كان بكام؟ وهنا كان بكام؟ كان بواحد. نفس الطريقه بقى لللاتش الثاني، هذا استنتج مين؟ خارج كيو عند نبض التزامن. هيحصل نبض التزامن عند الحافه مين يا جماعه؟ عند الحافه السالبه. ونخلي بالنا الواي هو الانبوت لمين؟ للاتش الثاني. لذلك ببص هنا لقيته بكام هنا؟ صفر. يحصل هيحصل تغير ثاني فين؟ عند حافه مين يا جماعه؟ عند حافه السالبه. يبقى خلي بالنا هنا بيتحصل تغير عند الحافه مين؟ عند الحافه السالبه. اما اللاتش الاول بيحصل عند تغير عند الحافه مين؟ عند الحافه الموجبه. ده ال constructed using two D latches. ده اللاتش الأول وده مين اللاتش الثاني. هعتبر ده الماستر وهعتبر ده مين يا جماعة؟ السلاف. بس في الحالة دي هيبقى عندي إيه؟ هيبقى ده عندي النيجاتيف وده عندي مين؟ وده عندي مين يا جماعة؟ البوزيتيف، مش كده؟ ده البوزيتيف إتش وده مين؟ النيجاتيف اتش اللي هو دي فليب فلوبس. او باستخدام الجي كي فليب فلوبس ممكن برضه بنفس الكلام استخدم الدي بالشكل ده، هيديني مين يا جماعه؟ الجي كي فليب فلوبس يوزنج ايه؟ يوزنج الدي لاتش او الدي فليب فلوبس. هنشوف التو ستيبل بتاعي او ممكن استخدم التي فليب فلوبس بهذا الشكل باستخدام برضه يا جماعه باستخدام الدي فليب فلوبس بدل اكون مين التي فليب فلوبس بهذا الشكل. يبقى زي ما قلنا ممكن التي فليب فلوبس استخدم مع الدي فليب فلوبس او استخدم على طول الجي كي فليب فلوبس اي ما. اوكي يبقى ده فروم جي كي فليب فلوبس كونت التي فليب فلوبس، هنا يوزنج دي فليب فلوبس، هنا على طول ايه اللي هو الجرافيك سيمبل بتاع مين؟ التي فليب فلوب. للتو ستيبل بتاعي للتي فليب فلوبس احنا قلنا وضعين، وضع الزيرو لوضع عدم التغيير، والواحد اللي هو التوجل او الوضع الاقلاب او الكومبلمنت. الفليف ده التو ستيبل عندي في حالة الجي كي، في حالة الدي، في حالة التي احنا قلناهم من شوية. طيب يعني هنا بيقول لي كيو في تي زائد واحد بيساوي الدي، تمام؟ ده في حالة البوزيتيف ايدج وده في حالة النيجاتيف ايدج. في حالة الجي كي من السيركتس موجودة عندي ان زائد استنتج كيو في تي زائد واحد يساوي جي كيو داش زائد كي داش كيو، وبالتالي هيبقى ايه؟ نفس مين يا جماعه؟ اللي تو ستيبل في حاله الدي فليب فلوبس او في حاله الجي كي فليب فلوب. نفس الكلام اذا كنت بكون او ببني قلاب من النوع تي مستخدما مين؟ دي فليب فلوبس، هيبقى عندي كيو في تي زائد واحد بيساوي تي اكس اور كيو، او مع صاحبي يساوي تي كيو داش او T
تي داش كيو، وبالتالي سيظل ايه ده هو جدول الحقيقه او تو ستيبل في حاله التي فلوبس اذا كانت تي بزيرو وضع عدم التغيير، اذا كانت تي بواحد وده وضع مين كومبلمنت او وضع الاقلاب او وضع التغيير او وضع التوبل. وبالتالي اللي احنا قلناه من شويه ها في حاله الديب فليب فلوبس وهيطلع عندي التو ستيبل زي ما قلنا في حاله الجي كي فليب فلوبس او في حاله التي فليب فلوبس بقدر استنتج التو ستيبل بهذا الشكل، واقدر اتحقق استنتج التو ستيبل منين يا جماعه؟ من المعادله المنطقيه اللي موجوده عندي. يبقى من المعادله المنطقيه اللي موجوده عندي اقدر استنتج مين؟ اقدر استنتج التو ستيبل. دايركت انبوتس دي من الحاجات برضه المهمه جدا لازم نكون عارفينها في الفليب فلوبس. They are used to force a flip flop to a particular state independent of cyclone. انا عارف يا جماعه طبعا ان انا لما اجي قبل وجود اول نبضه ما ببقاش عارف بالظبط هل الكيو قيمتها على الوضع 0 ولا على الوضع 1. فالمفترض ان انا اعمل لها ايه؟ اعمل لها دايركت انبوتس زي ما بيقولوا، بحيث اخلي قيمه الفرق عندي زي ما انا عايزه، يا اما اعمل له فورسنج لزيرو او اعمل له فورسنج لمين؟ لواحد. يبقى بي دي ست دايركت ست ست اف اف ستيت تو واحد الفليب فلوبس، او ان انا ايه كليب او دايركت ريست ست اف فليب فلوب ستيت تو زيرو. يبقى لازم نفترض في البدايه خالص ان انا اول حاجه اعملها ان انا اعمل ريست للفليب فلوبس بتاعي على الوضع ايه؟ يا اما على الوضع واحد يا اما على الوضع زيرو. They are especially useful at startup. In digital circuits, when the power is turned on, the state of flip-flops are unknown. مش عارف انا الخارج كيو على الوضع 0 ولا على الوضع 1. لذلك ببقى ضروري ان انا اعمل له فورسنج على مين؟ يا اما اعمل له ست واخليه على الوضع 1، يا اما اعمل له ست واخليه على الوضع ايه؟ الوضع 0. Direct inputs are used to bring all flip-flops to a known starting state. Period to clock operation يا اما 0 يا اما ايه؟ يا اما 1. They are used to force flip flops to a particular state independent of the clock. PD set direct set لواحد، او clear ان انا اخليه على اخلي الخارج كيو على كام يا جماعه؟ على الواحد. يبقى انا بخليها ايه؟ على 0 على 1 عشان اقدر ايه؟ اتحكم فيه. يبقى بقدر من الريست ان انا اعمل اخلي الخارج بتاعي كيو يا اما 0 يا اما ايه؟ يا اما 1. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والى محاضره قادمه ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم.